بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة مدارس فيرجينيا الدولية، الصف الثاني الثانوي، مع درس جديد من دروس البلاغة، الأسلوب الإنشائي، وهو نوعان. طبعا الأسلوب الإنشائي ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لا تستطيع أن تقول صح أو غلط في الأسلوب الإنشائي، وهو نوعان: طلبي، فيه طلب، أمر، نهي، استفهام، نداء، تمني، وهو مقرر هذا العام. غير طلبي، التعجب، المدح، الذم، القسم، هذا غير مقرر في هذا العام. أسلوب الأمر، نبدأ بالإنشاء الطلبي. الأمر، من الأغراض البلاغية لهذا الأمر أغراض كثيرة، لكن الأمر أسلوب إنشائي. سيأتي السؤال: نوع الأسلوب وغرضه. الأسلوب أسلوب أمر، النوع الدعاء، رب اغفر لي. النوع الالتماس، الدعاء من العبد لربه، الالتماس بين البشر، يا صاحبي تقصي، تطلب من إنسان. التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يتمنى، لأن الليل لا ينجلي إذا طلبت منه. الالتماس، صاحبي ممكن يعطيني إذا طلبت منه. هذا الفرق بين الالتماس والتمني. التمني لا ترجو حصوله. التعجيز، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، لن تستطيعوا أن تأتوا. النصح والإرشاد، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. أسلوب النهي، له أغراض كثيرة أيضا، من الأغراض البلاغية للنهي هنا وليس للأمر. الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا، من العبد لربه. الالتماس، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، يطلب من أخيه أن يتركه وأن لا يأخذ من لحيته، فالتماس. النصح والإرشاد، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. التمني، وهو طلب ما لا يرجى حصوله، أسميه تمني، طلب الشيء الذي لا ترجو حصوله تماما، يسمى التمني، يسمى التمني. مثاله: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، تقول لعينيها لا تجمدا. طبعا العين بعد ذلك ستجمد، يعني الأمر ليس بإرادتنا، فهو نوع من أنواع التمني. أسلوب الاستفهام أيضا سنتحدث عن أغراضه. الاستفهام مش دائما بيكون غرضه السؤال. الحث، فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا. التقرير، ألم نشرح لك صدرك، المعنى أننا شرحنا لك صدرك. التعجب، فهل دفاعي عن ديني ووطني ذنب أدان به؟ إيه؟ هذا سؤال بقصد التعجب. النفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هتقول لي لا طبعا. النداء، من أغراضه البلاغية أيضا، نقول التعظيم أو العتاب، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، يقول له يا أعدل الناس ليعظمه، وبنفس الوقت يا أعدل الناس أنت ظالمني، فهو يعاتبه. العتاب فقط، يا أخي أين عهد ذاك الإخاء، فين العهد يا أخي للعتاب. التعجب، يا حسرة على العباد عملوا بأنفسهم. الاستغاثة، يا الله للمسلمين. أخيرا أو الأسلوب اللي بعده، أسلوب التمني، ويقصد به طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله. أنا لا أنتظر أن يحصل، أنا عارف أنه مش هيحصل. أهم أداة ليت، وقد تأتي لو، هل، عسى، ولعل، لكن الأساس ليت. نقول هل لنا من شفعاء يشفع لنا، هو يتمنى لكن ما فيش. لو أن لي بكم قوة، أيضا لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعلي أبلغ الأسباب، هو يعرف أنه لن يبلغها. لعل هذه تستخدم للتمني والترجي. لما أقول لعل الله يرحمني ترجي، لأني أتوقع حصوله.
أما هنا تمني لأنه لا يتوقع حصوله. لو كان للمرء عقل يستضيء به، يا ريت لو كان في عقل، ألا ليت الشباب يعود يوما. هو يعرف أن هذا الشباب لا يعود ولا يمكن أن يعود. شكرا لكم وإلى اللقاء.